السلام عليكم. اليوم نتكلم على سد سوق تلاتة الذي يقع بولاية تيزي وزو، وبالضبط في بلدية تدميت بدائرة درع مخدة، واللي تبلغ السعة ديالو حوالي 100 مليون متر مكعب في السنة، والأشغال بصفة عامة تقارب 45%. والأشغال اللي تخص لا ديك برينسيبال قد اكتملت هذه في الأشهر القليلة الماضية 100%، وفيه أشغال كثيرة في تحويل الطريق الوطني رقم 25 وتحسين المسار ديالو، وكذلك هذا الطريق اللي سوف يبقى انجنبي البراج، يعني مر عبر فوق البراج نتاع سوق ثلاثة. إذن هذه هي، وهنا نشوف يعني التصميم، مع تصميم رائع سوف يحسن البيزاج نتاع المنطقة هذه. ونعرف يتقرب أنه الكمية التي تاع الأمطار اللي تنزل في منطقة درع بن خدة تقارب حوالي 1 مليار متر مكعب في السنة، وراهي تروح يعني في الوديان، مجاري الوديان. سوف راهي يدور عن ريكيبيراسيون نتاع حوالي 100 مليون متر، يعني 10% اللي سوف يستوعبها السد هذا تاع سوق ثلاثة. وكذلك يعني السد هذا يدخل في إطار المنظومة العامة نتاع السدود في المنطقة، مع سد تقصبت اللي جاي كذلك في ولاية تيزي وزو، واللي سوف يمول ولاية تيزي وزو، خاصة مدينة تيزي وزو، وكذلك جزء منه يروح لولاية بومرداس. إذن هذا هو السد نتاع سوق ثلاثة، راه في حوالي 45% من نسبة الإنجاز، و إن شاء الله تكون فيها يعني تسريع في وتيرة الإنجاز، لأن إحنا رانا ندخلوا في الجزائر بصفة عامة، تدخل في مرحلة الستريس إدريك، يعني النقص ولا الشح نتاع المياه. إذن هذه السدود تعتبر وسيلة لترشيد الاستغلال نتاع المياه ولريكيبيراسيون نتاع المياه نتاع الأمطار لتنزل وتدخل في المنظومة الوطنية تاع السدود على كل حال. وإن شاء الله زيد تعزز المنطقة، يعني كل القطر الوطني بالسدود هذه. إذن في انتظار حلول أخرى كتحلية مياه البحر على السواحل، وكذلك استغلال المياه الجوفية في الجنوب الجزائري. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.